à l'Express FM. Zone Mixed. رجعنا لكم من جديد في Zone Mixed متواصلين مع حوارنا مع المدرب خالد بن يحيى. سي خالد، كيفاش تقيم نتائج تاع معين اليوم؟ ممتازة وممتازة جدا. قايم بفريق معناها تحسن على كل النواحي، ما تنساش اللي تحصل على زوز كؤوس معناها إفريقية، بطولة تونس، تبدلوا الفريق العام هدايا، قاعد اللي تنتران دي ديفلوبي لي زوتوماتيزم تاع الملاعبين، نتائج ممتازة وربي يوفقه هو والستاف اللي معاه. بالنسبة للمسؤولين وقتها كيفاش كانت علاقتك بيهم؟ باهية برشا، الكل معناها ممكن تستغربوا تو بدون استثناء، معناها علاقتنا كانت ممتازة وممتازة جدا جدا. كي نقول لك جدا، انا تو قاعد ندور منه لا واش في السبب نتاع الخروج؟ نحب ناكد على الموضوع هذا، راهو العلاقة بيني وبين رئيس الجمعية والإداريين اللي تحته واللي مباشرة معاهم، ولا ستاف تكنيك وستاف ميديكال وستاف معناها اللي موجودين حتى تاع الماتريال، علاقتنا طيبة وطيبة جدا جدا. كي نقول لك جدا لازمك تصدق. لا صادق اكيد. ما فماش كون حاب يتدخل في اللي شوية تكنيك نتاعك؟ اش معناها؟ شنو اش معناها؟ حبيو في ذلك مثلا لاعبين معينين؟ لا خلي بربي، والنقطة هذه خير خلينا نوضحوها، خاطر الناس ماشي في بالها اللي معناها ما نسمع كلام حد وما نكلم حد وما يكلمني حد. لا فماش هذه في الكورة، نهار اللي ما تسمع حد وما تاخذ راي حد سيكو معناها بيانتو ديكلان. لا بالعكس، معناها انا ورئيس الجمعية كنا نقعدوا بساعتين وبثلاثة نقعدوا نحكي وسط الجمعة، شنو هذا علاش هذا علاش الاخر علاش مع ستاف تكنيك مع معين، ناخذوا رايهم علاش هذا شكون علاش من العباد خرج علاش تخلى شنو هكا شنو هكا. لا لابد، انا بالعكس انا من اكثر الناس تقعد تستغرب، من اكثر الناس نحب الناس تبدا تحكي لي على المقابلة شنو اللي صار شنو اللي جرى شفيه. دونك علاقتنا معناها نقعدوا بالمدة، انا والرئيس نقعدوا حتى في وسط الجمعة بالساعة والساعتين وحنا نحكيوا معناها شنو الجمعية تحكيوا كهو ولا حب يفرض عليك مثلا من لعبه يلعب ولا جست تناقشوا؟ لا نتناقش. ما حاولش معناها يفرض عليك سيد حمد المد من لعبه؟ لا نجم يدخل في الاشواء نتاعك؟ لا خلي بربي معناها نوضحوا الامور، راهو الرسوم بين الرئيس الجمعيه والمدرب هي مش رابور دو فورس، راهو لازم علاقه معناها علاقه تكون معناها فيها برشا معناها اخذ ورد، وفيها معناها بريتو هو راهو الريسبونسابل، هو معناها سيد حمد المدب ولا رؤساء الجمعيات، هو في الاسومبلي جينيرال راهو باش يتحاسب، معناها باش يقولوا علاش وباش يحاسبوا على النتائج. دونك هو معناها عنده مسؤوليه كبيره ومسؤوليه عظيمه، معناها باش يشوف فريقه يتحسن ولا نتائجه باهيه ولا، ويجي معناها يحل باب النقاش وناخذوا كلمه ونعطيه كلمه ونقولوا رايه ويقول رايه. بريتو يا اخي هو سامحني هو الباترون راهو تاع ليكيب، دونك ما يلزمش العبد زاد الانترنور يولي خلو دي. لا لازم معناها تكون الاحترام متبادل وعنده الحق باش يعطي رايه في كل شيء. مسيرتك عليها بدات 78 هكا ولا 79 حاجه هكا باهي، اكيد خدمت مع عدد رؤساء قبل حتى لليوم، وين تحط حمد المد برؤساء ترجي؟ من السؤال عليك. خليني نقول لك خاطر اني عشت مع نقول لك رؤساء، مثالش نعدد لك مثالش. انا خدمت مع سي حسان الله يرحمه معناها الجمعيه، انا مزلت جون، وبعد سي ناصر، بعد سي عبد الحميد عاشور شنو ما تدخلنيش الذاكره، وبعد مع سي زهير وسي الهادي جيلاني وسي منذر الزنيدي وسليم، سليم خدمت معاه لاعب ومدرب، وسي عزيز زهير وسي حمد المد. ان شاء الله ما تخونيش الذاكره في حد ما ذكرتوش. هذوما الكل قاموا بمعناها كل واحد معناها اسس الحاجه ايجابيه في الترجي الرياضي التونسي، كل واحد فيهم اسس الحاجه ايجابيه، وباش الصرح هذا العظيم الكبير اللي ولى الا بهذوما واللي قبل هذوما. انا ما الحق حكيت لك عليه من وقت سي حسان، فما قبل سي علي الزواوي، ناس معناها عظماء شدوا الترجي الرياضي التونسي، كل واحد بنى معناها الصرح هذا، كل حد بنى وعمل انجازات معناها عظيمه وعظيمه جدا، الكل على الكلهم الكلهم حاولوا يبنيوا. بالالقاب ثلاثه تشامبيونز ليغ افريقيه، نجموا نعتبروا حمد المد بفضل رئيس بين هذوما الكل؟ إذا كان نتبعوا الألقاب ما فيش حتى كلام. وفي نظر خالد بن يحيى
سي حمد المد بقى معناها بانجازات عظيمه في الترجي هذا التونسي وقت اللي الناس الكل اون كريز فينانسيير واحد هو معناها يدفع من جيبه ووقف الجمعيه على ساقيها واحد معناها فما بالعكس معناها هو كان تبعه هو لا كونتينيتي نتاع اليسار الكل والانجازات اللي عملهم تو بعد يرخلوا التاريخ معناها اللي راهو سي حمدي هز ترو شامبيونز ليغ هز كوبا راب شامبيون نتاع تونس وان شاء الله معناها يزيد في الانجازات ويزيد في النجاحات كما اي معناها رئيس شد الترجي التونسي ربي يعينه وربي يوفر. كمدرب خدمت مع ثلاثة أسامي هكا ولا ثلاثة أسامي مع سي سليم وسي وعزيز زهير وحمد المد. شنو هو الفرق بيناتهم وشنو هو كل نقاط وقوة وضعف الواحد منهم؟ لا هذا يلزمك تجيب حد معناها خبير بالنسبة بالنسبة ليك كمدرب معناها منين تشوفهم كمدرب معناها؟ لا مع شكون أفتح مثلا التعامل؟ لا كل حد وشخصيته وانت لونترونور انت المدرب انت لازم تتدابت للبريزيدون تاعك ديما خلينا نقول لك راهو اللي يقولوا فيها وخالد صعيب وخالد ماني ما يحكيش سي با فري انت رئيس الجمعيه هو اللي راهو ديما خلينا نسالش بربي نقطه ديما راهو هو اللي يمشي لاسومبلي جينيرال كل عام باش يتحاسب يلزمه معناها هو المسؤول هو معناها اللي معناها هو اللي يعطي الشهريات للناس الكل دونك عنده ريسبونسابيلتي عظيمه اذا كان باش يجي يناقشك ولا بطبيعه الحال كل واحد وبعده تبعه فما معناها اللي تبعوا معناها حد شويه فما اللي تبعوا معناها بلوسوبل فما اللي تبعوا معناها كل واحد وتبعوا الكل معناها عندهم مسؤوليات وعندهم ولا بروف معناها الكل معناها شدوا والكل معناها سوا سليم اللي حكيت له عليه انت معناها سليم قام بانجازات معناها عظيمه في الترجي التونسي وهز القاب كبيره سي عزيز ولو المرحله نتاعو كانت تقصير هز القاب وتوا سي حمدي معناها كل واحد معناها قام بالواجب نتاعو. باهي كوتش نحبك تعمل مقارنه بين خالد بن يحيى اللاعب وخالد بن يحيى المدرب. خالد بن يحيى اللاعب كنت نحاول نكون مثال وسيريو ومنضبط ونخدم برشا والنتيجة معناها النتائج كنت أهم حاجة بالنسبة لنا هي النتيجة والنتيجة الإيجابية. باش نخلطوا النتيجة إيجابية أنا وقت تعلمت اللي لازمني نخدم باش نوصل النتيجة الإيجابية إذا كان يعتبروني اللي أنا ملاعبي معناها كبير نحب نقول إذا ما فيش شك إذا كان ما فيش شك نحب نقول للاعبين اللي تو يسمعوا فيا راني كنت نخدم أكثر من الملاعبين طارق ذياب أنا معناها عشرتي كبيرة مع طارق كنا نخدموا أكثر من الملاعبين اللي أصغر منه علاش خاطر الغاية نتاعنا هو النتائج الإيجابية ونسعى باش توصل تعمل نتائج ايجابيه يلزمك معناها تخدم على روحك قعدت انا بالمنطقه هذا وانا بعد انا مدرب ما تنجمش انت تجي تقول لي ملاعبي مثلا مو سيريو ملاعبي معناها يغيب ليسون دونترينمون ويقول لي راهو نجم يكون بيرفورمون نجم يكون بيرفورمون ربيع ساعه نفي ساعه ساعه غير بعد نجم يقصد ربي مع شي بين دونك قعدت انا بالمنطقه هذا اذا نحبوا نكونوا بيرفورمون واحد لازم نخدموا على روحي من ناحيه النجاح تعتبر مسيرة خالد كلاعب أفضل من كمدرب؟ لا بالعكس بالعكس كان تشوف في تاريخ الترجي التونسي تلقاني لان ديزونترون البلو تيتري في الترجي في الترجي هذا التونسي هز أربع تيترويات أنا هز دوبلي أي 2006 2006 أي هز شو هز كوب مع سي سليم وكنا نجم ونخلطوا حتى الشامبيونات باش نهز دوبلي عملتها ما خلطناش خلطنا على الكوب برك ربحنا فينال مع النادي الرياضي الصفاقسي مع سي عزيز هزينا الدوبلي والسنة مع سي حمدي هزي الشامبيونات وصلنا الدومي فينال 90% من تشامبيونز ليغ 90 هذاك معناها المهم معناها النتائج ايجابيه وايجابيه جدا جدا جدا. وين تحط روحك بين افضل المدربين التوانسه؟ النتائج النتائج هما اللي راس المال النتائج هما اللي بيهم الفايده اذا كان النتائج ممتازه ونتائج طيبه سيكو معناها ان تكنيسيان كومبيتون تكنيسيان اللي عندهم مسؤولين عندهم فيك الثقه ويجيبوك ويعاودوك كل حال الجمعيات اللي دربتهم كل عاود دربتهم شوف فهمت شكون تعتبره اليوم افضل مدرب تونسي؟ باللونجيفيتي ولا بالكونجونكتوريل انت تختار باللونجيفيتي عن العديد وكان توا معناها في الوقت هذا الوجيز هذا الاسعد الدريدي قاعد يقوم ببطوله معناها ممتازه وممتازه جدا معاه المدرب نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري الاسعد الشاب اللي قاعد زاد يعمل في عام ممتاز السنه الفارطه كان يسمحني في اسمه اللي كان رنا بنزرت وسنة ديبيت سيزون تاع الملعب التونسي زاد عمل جلال القادري ولا منتصر وحيش منتصر معناها منتصر
متسرع من اول عمل عام كبير برشا دونك ماني الوقت هو اللي نحكي اون جينيرال مش في الفترة الحالية مثلا فوزي البنزرتي تعتبر احسن مدرب تونسي بطبيعة الحال اخي اللي تيتر اللي لازم فوزي البنزرتي معناها دي تيتر كبار واحد اسكو بدافريك واسكو باراب اللي معناها باللي ستاتيستيك وباللي تحب اللي ماير نبيل معلول كيف كيف حتى نبيل قام بانجازات كبيرة في الترجي دي التونسي ومشي عمل انجازات كبيرة شنو رايك في الباساج نتاعو في المنتخب والا في المونديال مثلا والا نبيل اونجينا كمدرب خلي نبيل معناها قام معنا بانجازات كبيره وشال الكوب دي موند انا اللي يهمني هو الكره في تونس واللي ديما احنا فما مرحله من التو حرنا فيها من عام 78 التو احنا حايرين فيها معناها كيفاش ما تعدينيش للدوزيام تور هذا اللي بالفعل هذا اللي ديما نقول لازم نقف ونسالوا علاش ما نتعداوش خاطر سيبورتير ولا معنى انت جورناليست عندك الحق دي كريتيكي وقت البرفورمانس وقتها متاع هذيك المقابلة هذيك تقول ما تعديناش اما احنا انطوك تكنيسيان ولا مراقبين ولا ملاحظين ولا مسؤولين ولا ساهرين على كرة القدم لازمنا من عام 78 لتو ما تعديناش دوزيام تور لو بوركوا علاش هذا هو السؤال اهم سؤال يلزمنا كيفاش باش نتعداو الدوزيام تور خاطر احنا في تونس معناها كورتنا ورياضتنا بصفه عامه سو البلان كونتيننتال اوني برمي لي ميور معناها بالنتائج باللي نحبوا احنا بعد كيفاش ندخلوا احنا لاكريم دو لاكريم ليليت دو ليليت ناس هذوما تخدم مش في التيران برك تخدم في اللابوراتوار معناها لابوراتوار تخدم في الديريكسيون تكنيك باش تفصل وتشوف البرفورمانس نتاعنا يندرا معناها ما تعديناش الدوزيام تور تاع الكوب دي موند اسكو عندنا معناها ديفيسيت سور بلون فيزيك اسكو سور بلون معناها تكتيك اسكو سور بلون انتيليجونس كوليكتيف يلزمنا نشوفوا معناها لو بوركوا وبعد نبنيوا عليه احنا مازلنا في هذا اللي يهمني انا بعد خاطر الكل توا من عام 78 لتوا واحنا واحلين دونك المرض اللي عندنا لطف معناه مش المرض معناه الغايه اللي نحبوا نوصلوا لها ما وصلنا لهاش لابد عندها اسبابها اسبابها يلزم هذا اللي انا ديما نحكي عليه لازم نقفوا ونشوفوا ونلموا وعلاش ولو بوركوا وفهموا ديفيسيت عندنا ديفيسيت نقول لك انا مره قلت انا على بوان دو روبير باش ناخذوه يمكن لاعبين قلت وقت اللي احنا نوليو نربحوا الكاميرون نوليو نتعداو الكوب دي موند اش معناش حبيت نقول حبيت عندي احساس اللي احنا مع لي كاميروني وسورتو مع لي زيفوريان ولي مع الغانا عندنا ليه عندنا ليه كلام معناه عام هذا ليه عندنا ديفيسيت سور بلون فيزيك سور بلون اتليتيك وبيتيت سور بلون انتيليجونس دو جو وقت اللي احنا نطلعوا الباليي هذا تو نوليو نمشيو معناه الدوزيام تور هذا ايش حبيت نقول اللي يهمني هو معناه مدى قدره اللاعب التونسي والفني التونسي والاداره الفنيه باش معناه نطلعوا بمستوى فريقنا دونك اذا كان استخلص من كلامك ما دام تعدينيش الدوزيام تور في الكوب دي موند ما كانش ناجح حال الساج نتاع نبيل في المنتخب ليه ما فما حتى علاقه انا نحكي لك من عام 78 حتى اللي يهمني كونه كيفاش نلموا اخي نبيل الاخرين اللي قبل نبيل يا اخي تعداو مور دي زيترونجي زيدو ما تعداوش معناها ما فما حتى علاقه هذا بين انا نحب نقول كيفاش نخدموا احنا اونتون تكنيسيان احنا كاداره فنيه احنا كمعناها مسؤولين على ساهرين على الكره في تونس كيفاش معناها مول اوبجيكتيف ولي موان تاع لي زوبجيكتيف نتاعنا احنا وقت اللي نحدوا معناها نشوفوا لي بوان فابل ولا حتى لوبجيكتيف يسال علينا باهي اسباب الخلاف معناها بين اليوم مازال غامض بينك انت ونبيل خلاف شنو؟ كان فما خلاف قبل بينك انت ونبيل معلول خلاف تاع تاع تمشي على روح هي كاين فما خلاف تي معناها هو انا مش نسالك توا شنو بالضبط اما قبل شنو السبب الرئيسي نتاع الخلاف هذا مش مساله خلاف يا اخي تبايع العباد صراع نجوميه كاين في الترجي ليه مسيت خلي المسيت تحب ليه تي وفي العائلات ساعات تصير انت مالونتوندو ما بين خو وخو واحد سي معناها ايش بيه معناها نبيل معناها عنده شخصيته وعنده افكاره وانا عندي شخصيته وعنده افكاره وطارق عنده شخصيته خليل البرباش معناها برشا ملاعبيه توفيق اليسري تو شكري الواعر زياد التمساني وبرع تو مشكل خليت لي باش ما نسيت برع صحابي نسيتهم غدوا تو يعملوا لي مشكل معناها مسلت معناها تبايع قلت مالونتوندو نسميه سوء تفاهم
ليه ليه لسوء تفهم ليش قلت مالانتوندو مش مال يمكن ما هتنفسر لك اكثر ليه سي شخصيات هو نبيل معناها شخصيه وعنده افكار واحد وكيف معناها الناس كل معناها سي كالكان اللي عنده بيرسوناليتي وعنده لي زابي نتاعو واحد وكونترير معناها سان ريشي معناها الواحد الجروب وواحد والحمد لله ربي عملنا نتائج كبيره معناها معناها مازال ما جاش الوقت باش نعرفوا شنو سبب الخلاف بيناتنا ما فما حتى خلاف صدقني ولا فما حتى خلاف باهي شنو رايك في تعيين منظر الكبيري على رأس المنتخب؟ معناها لازم منه سؤال هذا بيان سور اذا كان خالد بن يحيى ما قيمش تعيين مدرب وطني ما شكونش يقيم؟ ليه اللي يقيمه هو رئيس الجامعه رئيس حتى انت هو صاحب القرار عندك حق تعطي رايك ليه هو رئيس الجامعه هو صاحب القرار ولا عنده معناها ما نعرفش كومون الحق كيفاش يختاروا معناها المدرب شكون معناها اسكو الهيئه المديره ولا البيرو فيدرال قصد نتاع الديريكسيون تكنيك رئيس الجامعه ما نعرفش انا شو ما التسلسل الهرمي بعد في الاخر ما هو تونسي وقعد يقوم بنتائج نتائج اداء ونتيجه قاعد يقوم بنتائج طيبه وربي يعاون وربي يوفق اسم خالد بن يحيى ما كانش حتى ضمن المرشحين فهمنا يمكن اول مره نقولوا فهمنا بصفه غير مباشره اللي مع رئيس الجامعه التونسيه اللي ما نجموش نكونوا نخدموا مع بعض كيفاش تفهمت وما فهمتش؟ خاطر الوقت اللي صارت اللي حبيت انا معناها وقت اللي دخلنا انا ونبيل في هو كونكورونس زوز اسامي يعني مش وقت طلق فيها فما سيتي شوا بعد كلمني بعد مشكور كلمني بعد ما خدا الشوا نتاعو قلت له ليه ما حب يعطيني منصب في الاداره الفنيه ولا ما نعرفش شنو المنصب اللي حب يعطيه لي قلت له ليه وقتاش هذا؟ بعد تو جوست بعد ما عمل ديزينياسيون نتاع نبيل وقت ديزينياسيون نبيل وانا ونبيل كنا هذه المره هذه معلومه اول مره نعطيها وقت اللي لا ديزيني معناها مش هو معناها القصد نتاعي لي مونبر فيديرو الديريكسيون تكنيك قرروا باش ياخذوا نبيل كلمك ايش حكيته؟ لا لا كلمني قال لي ما قال لي معناها هو وعد اللي كان اللي باش يدرب الثاني باش ياخذ المهمه شنو هي المهمه الله ورسوله اعلم كي قال لي عليه قلت له اعتذرت له قلت له ليه ما جيت خاطر وكان انا شديت شنو هي المهمه؟ في الاداره الفنيه مدير فني معناها لازم ما نعرفش الحق اما المهم باش نكملوا باش ما نردوش معناها هذايا السؤال هذا توندو كان تثبت نبيل وقتها سنة با مارشي معاه في التور معناها الاخراني الباساج هذاك وبعد اللي طحنا وبعد اون ايتي روبيشي بال بدر شنو ريزيرف صار وقتها وقتها لعبنا مع الكاميرون كان انا شديت الكاميرون وخسرت من وقتها تنحيت عاد معناها كرمت الحتيبي اشكل فهمتني ولا والله الحقيقه معناتها كنت مرشح باش تشد المنتخب بعد في ماتش الكاميرون هذاك ليه مش مرشح كان انا معناها قبلت انا البوست اللي عطاهولي ونبيل معناها مشى ورجعت احنا وقتها من الاسباب الاداريه رجعنا في الكومبيتيسيون كان انا شديت انا وقتها انت علاش رفضت وقتها؟ رفضت شنو؟ المنصب هذاك شنو المنصب؟ المدير الفني ولا شنو؟ ليه مش مدير فني قال معناها الحق ما نعرفش يعني شنو المنصب قد اما انا رفضت قلت له ليه قلت له بارك الله فيك مشكور ورفضت ما صارش حتى الكونتاكت وقتها مع رئيس الجامعه من وقتها شو ليه هو يخدم على روحه ونخدم على روحه علاش ما تشوف اسم خالد بن يحيى تو ما تشوف فما فيديو على اسم خالد بن يحيى في المنتخب بربي ما يسالش تو بدي تحب تعمل مشكل بسيف علاش؟ اذا فوز بنزرتي شت ثلاث مرات كل مره شهر وشهرين وينحيو معناها اذا كان معناها اذا كان خليني نقول لك في الكوره ديما في الكوره اون طونك مثلا خلينا نحكي ديما على الكرة على الرياضة إذا كان يلزم ديما فما ديسمبر مثلا رئيس الجمعية ناخذوا ريفيرونس رئيس الجمعية شكون رئيس الجمعية الباهي باش الناس تتبع الباهي كان كان معناها تكنيسيان باهي يولي عندنا ريفيرونس شكون الريفيرونس نتاعنا قبل كان عبد المجيد الشتالي ريفيرونس اللي وراه توفيق بن عثمان ومختار التليلي ودرشكون معناها وسي مراد ودرشكون كان عندنا ريفيرونس قبل معنا قعدنا بلاش ريفيرونس تو ومشكلة كبيرة خاطر إذا كان أنت اللي هو وانت بد سلت بكري جاوبت على السؤال واحد قلت فوزي بن زرتي اذا كان فوزي بن زرتي معناها اون طونك تكنيسيان وبتيت رويتو ما يقعدش شهرين في ليكيب ناسيونال معناها ما فما حاجه كيما بابا كيفاش علاش ما تدخلنيش في مواضيع خاطر بريمو ما عندي حتى معلومه انا علاش قلت لك فيتو خاطر حتى مش من تو من قبل الثوره كان ديما اسمك معناها تحس كان فما فيتو على خالد بن يحيى المنتخب مش حتى في رئاسه وديع جريح حتى كان قبل ولا مش صحيح بربي المواضيع تحير فيهم
علاش ديليتي المواضيع سيبانين مواضيع كم مواضيع كبار هذوما مش كبار. مش كبار معناها قصدي مانيش نحب نكبرها مو هكا هو شوف اقدار وظروف وساعات ياسر متكتم سي خالد ياسر متكتم تحس هكا فما برشا حاجات وماكش تحب ماكش تحب تحكي فيها خلي نمسيلش نكتو شوية نكتو مش نعم. نكتو دور لوسوس اللي مرة يحكيوا على العروي فما في في مناسبة من المناسبات يحكي على الفيل اللي عامل في في جهة يجي كلهم حصادهم وقت البيء يجي كلهم الحصاد متاعهم تلموا أهل القرية هذيك قالوا شنو هذا يا سيدي يجي هذا نهار كل يفسد لنا في 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 الخير نتاعنا واحد في التمرة نتاعنا تلموا الجماعة الكل فاكر أهل القرية هذيك ولا أعيان أهل القرية قالوا سيدي خلينا نمشيو للبي هذا نقولوا له يا خويا معناها شنو الفيل نتاعك بدلوا علينا معناها بعدوا علينا بعدوا علينا خلي نستقاتوا ونشيخوا تلموا كيما أنت عيان البلاد ولموا حزموا رواحهم ومشاو للبي باش هاي تفضلوا واحد كل واحد كي جاب كان نقول قدام البي ولا يلكلك واحد كل واحد ولا يشكر في الفيل المتحدث الرسمي في الاخر اللي هو معناه نورمال مو كي راهم حتى حد ما منزل من ما قال الحقيقه قالوا ما قالوا سيدي سي 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 البي راهو الفيل نتاعكم يحب على فيله ما نزيدوهم انا ايش حبيت نقول لك في هذا معناها حبيت نقول لك اللي العبره كونه وقت اللي تبدا عندك شخصيه ولا تبدا عندك تو انا كنقول الحقيقه نقول الحقيقه برشا ناس تستحلى وبعد يقولوا لي يا خالد بن يحيى ما كانوش قال لك لماذا هذا هو اللي حبيت نقول شنو هي الحقيقه ها شنو هي الحقيقه اللي ليه مش الحقيقه معناها حبيت نقول لك اللي فما ظروف فما ظروف اذا بربي تو علاش انت خالد بن انت فوزي بن زرتي ما قعدت شهرين وين يجي على الاقل فكروا فيه انت ما فكروش فيه لا انا لا مش ما فكروش فيه انا يفكروا فيه في قلوبهم خاطر كان ينطق تو معناها يتنحى كيفاش؟ شنو كيفاش؟ كيفاش يتنحى كان ينطق؟ سي خالد نكون معك واضح فما فيتو سياسي ضد خالد بن يحيى خلي بلي نسالك انا سؤال علاش انت شد صحيح لي انا نجم نقدر باش نكون مدرب مع شنو هذا ما تنجمش تقدر في قيمتك والسي في نتاعك والكارير اللي عملته ودرب ترجي والالقاب اللي كنت تحكي عليها والنجاحات ما تنجمش تشد المنتخب سي خالد قلت لك بلاك متعادي مش تولي لي متواضع تو ليه خاطر تو معناها شديت صحيح ونحب نعديه الموضوع هذا معناها انا عمري تحكي فيه. ما ليه هو فيه مشي على روحه واحد يقلقك يقلقك الموضوع باش ديما اولا ديما شرف باش واحد يريني الفريق الوطني معناها الدراب والبلاد انا راهو ما عرفش قداش عديت من عام باش ما نغلطش في العوام كابيتان تاع ليكيب ناسيونال راهو معناها وانا انا معناها كتفي تكسر في جره ليكيب ناسيونال وشرف ليا باش انا ليكيب ناسيونال معناها لعبت فيها ورفعت معناها عالم البلاد وواحد جوتي معناها في وقت من الاوقات كنت النجم الملاعب التونسي الوحيد بعد طارق ذياب باش ياخذ بالون دور كنت عديت واحده من ليكوب دي مون دونك هذايا الكل سيتيني فيرتي الكارييري واللي عملته لتونس وفير انا معناها لتونس عملته سيفيل ولا انا ملاعبي دونك يجيك اوبورتونيتي انت باش تكون مدرب وطني مثل فيرتي تولي دوبل ولكن كيما كيما الاقدار ما شاءتش ايش نعملوا لهم انا لا غال اقدار ولا حاجه اخرى تعدي وقول لي تعدي باهي كيفاش تحكم على فتره رئاسه وديع الجري للجامعه؟ والله شوف كل مسؤول على مؤسسه وخاصه مؤسسه اللي لها بكره القدم عنده ايجابياته وعنده سلبياته هو معناها قاعد يجتهد اذا كان احنا والزاويه اللي نحبوا ناخذوها منه اذا كان نحبوا ناخذوا زاويه اللي هو ايجابي تنقلوا به وعليه اذا ناخذوا سلبي وانت منين تاخذوا من زاويه؟ لا لا ناخذوا اللي بالبرفورمانس نتاعو قاعد يخدم لابروف اللي هو انسان خلي ساعه باش من هو انسان منتخب منتخب معناها عنده شرعيه معناها انتخابي هو انسان منتخب دونك المسؤولين اللي ساهرين على الانتخابات هذوما عاطين فيه الثقه وهو معناها كان محل ثقه هذيا ونتائجه معناها اللي موجوده دليل على ذلك. نبدلوا شويه الجو. اي مرحبا. نمشيو لبريك الاولى في الحصه نتاعها لوكويز. لوكويز. لوكويز خالد بن يحيى تلتزم انك حبك تجاوبني على الاسئله هذه باقتضاب في كلمه معناها. شكون تعتبره افضل لاعب تونسي توا؟ لاعب تونسي توا لاعب تونسي توا هذا السؤال اللي بعده اللي توني خم في هذا شكون افضل لاعب في تاريخ تونس؟
ليه مشكلة كبيرة. علاش؟ ليه خاطر عندنا برشا ملاعبية كبار اللي حضرت عليهم ما حضرتش عليهم أنا. فهمنا باش تلزم باش تجاوبني سي خالد. ليه ما نجمش خاطر ليه يلزم في هدايا خاطر كيما توا يجي يقولوا لنا احنا شكون خير بيلي ولا مارادونا ولا ميسي كل واحد عنده رأي. أنا نشوف ميسي أحسن لاعب. انت خالد بن يحيى شنو يشوف؟ احنا باريتيل كان عندنا نور الدين ديوا والفرزيت ملاعب كبير وطاهر شيبي ملاعب كبير وعتوقه وطارق دياب وحمد العقربي وبر عاد وخلي من اللي ما سميتهمش بر عاد يعلم ربي بحالي يعلم ربي بحالي معناها باهي افضل لاعب تونسي تو افضل لاعب تونسي اشوفوها صعيبه سي دي بونجور سي دي بونجور سي دي بونجور. اي شكون احسن واحد فيهم؟ سي دي بونجور. ماكش تسميني ملاعبي؟ نسمي لك سي دي بونجور. باهي تشوف لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح برا في الاحتراف. ايوا هاو سؤال هذا هو ريت السؤال الاولاني على كرة القدم التونسية علاش ما تعديناش الكار معناها التور الاول في كوب دي موند هذا السؤال كارك سالتني عليه هذا اهم سؤال. اي سيدي. اسكو الملاعبية احنا من تقريبا عندنا دول 3 ديسيني واحنا ملاعبيتنا يمشيوا لاوروبا ويرجعوا حتى حد ما نجح ما يقوليش حد عليها عليه اي هذا هو صحيح السؤال لو بوركوا ديما نسال واحنا لو تكوين شنو المشكل؟ قول لي تحب انت اولا نحكي التكوين الشبان زاد تحب تسال السؤال هذا خلينا نقعد لك في هذا وبعد نمشي للاخر يا ودي احنا معنا فما ملاعبية تقريبا نقولوا احنا صدرنا 20 ملاعب نجحوا فيهم 4 5 15 ملاعب ما نجحوش اسكو معناها تكنيكمون ما عندهمش لي مويان فيزيكمون ما عندهمش لي مويان اعطيني شكون اللي عمل دراسه علميه باش احنا ولادنا نحضروا انت شنو وجهه النظر نتاعك انا وجهه النظر نتاعي ما نحبش انا نتكلم ديما تجربتي وانا مدرب خليتني اللي ما نبداش نرمي في الاتهامات هكاك ليه يلزم نتلموا نجيبوا اخصائيين سو البلان بسيكولوجيك سو البلان فيزيك سو البلان تكتيك سو البلان مونتال نعيطوا الملاعب بالملاعب بالملاعب تقول لي انت ايش باش تعمل هذا ايه الديريكسيون تكنيك مهمتها هذه تعيط بالملاعب بالملاعب هذوما اللي عداوا اكسبيريونس كبيره ايجا اعطينا شنو هما لي ديفيكولتي اللي لقيتهم معناها دي ديفيكولتي نتاع ادابتاسيون نتاع انفيرونمون نتاع سو البلان فيزيك عندنا ديفيسيت سو البلان تكنيك عندنا بوتيتر ديفيسيت بربي البوان دي خليها عندي سو البلان انتيليجونس لازم نفهموا شنو بالضبط احنا شنو علاش ملاعب نتاعنا وهذاك نبنيو عليه ما باش نقول انا علاش وكيك ما نحبش نحكي على واضح باهي وصلنا لاخر كمان الحصه نتاعنا لكن مازال عندي الاسئله نستسمحك في خمس دقائق اخرين سي خالد ما نساش باهي نرجعوا نكملوا الكويز نتاعنا بعد بي بي سي نيوز بي بي سي نشره جديده من جلوبال نيوز بيت تقراها اميمه الشاذلي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يقول إن قرار تقديم استقالته جاء استجابة لدعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني ومتظاهرون يعلنون مواصلة احتجاجاتهم ويطالبون بحل البرلمان ما نترك الساحل أبد لمن يستقيل آخر فاسد من عندهم هم واهمين إذا يعتبرون عادل عبد المهدي كبش فداوي يضحون به والشعب راح ينسحب تظاهراتنا سلمية مستمرة حتى تغيير المنظومة اللي جابت عادل عبد المهدي منتخب الكويت يلتقي نظيره العماني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بكأس الخليج العربي في نسخته 24 المقامة في قطر والبحرين تواجه السعودية مقتل 2 طعنا حتى الموت وإصابة 3 بجراح في هجوم لرجل تمكنت الشرطة البريطانية من قتله وسط لندن وتقول مصادر في الحكومة إنه سجين سابق أدين بجرائم متعلقة بالإرهاب دراسة في الطب النفسي تقول إن ربع الشباب أصبحوا متعلقين بالهواتف الذكية ولا يستطيعون الاستغناء عنها إلى درجة الإدمان ويشعرون بالقلق والاضطراب إن منعوا من استخدامها باستمرار فهل أنت من مدمني الهواتف الذكية؟ شاركنا على فيسبوك بي بي سي نيوز عربي بي بي سي. افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 18 التي يعرض خلالها 98 فيلما من 34 دولة والسينما الأسترالية ضيف الشرف يحكم علينا لأننا ولدنا وجزاؤنا هو العنف الذي لا تراه رقصة وأداء جماعي لسيدات في شوارع عاصمة تشيلي سانتياغو وفي كل البلدان الناطقة بالإسبانية يتهمن خلالها الدولة بغض الطرف عن العنف ضد النساء والسماح باستمراره شاهدوا المقطع كاملا على موقعنا bbcarabic.com Global News Beat BBC زون ميكس. وسعليكم من جديد في زون ميكس نكمل الكويز نتاعنا. ما قلت ليش كون أحسن لاعب تشوف قادر ينجح في الاحتراف ولا ما عندنا حد
يعني هو بالخزر يلعب لا لا في البطولة نتاعنا قادر ينجح البر. خليني نزيد نخمم خليني الوقت خم. أقرب لاعب ليك؟ العديد من اللاعبين اللي لعبت معهم لعبنا معهم برشا برشا. يعطيني واحد. طارق توفيق الهيشري بسام الجريدي. شكون أحسن مدرب دربت عنده؟ فما عديد مدربين. سؤال كومبليكي اما عديد ما تحب تسمي فما لا نحب نسمي لك مدرب بسمي لك مدرب وبارمي لي ميور خاطر انا رنوني برشا مانيش نحكي عليهم خاطر فما واحد انا يدور لي معناها حقه مش ما خديش حقه الله يرحمه بالدي سي حميد الذيب انت صغير خلطتش عليه نحب نقول لكم اللي راهو سي تان جرون جرون تكنيسيان حميد الذيب صحيح. مدرب عنده فضل على خالد بن يحيى خدمت مع ناس كل سيريو فماش واحد عنده فضل عليك لانسيك مثلا شكون لانسيك اول مره السينيور لانسيني طلعنا وقت احنا الترجي التونسي في ظروف صعيبه شويه بوبيك نجم يكون هو ولا لا لا باي ماتش ما تنساش برشا ماتشات تنسى وبرشا ماتشات ما تنساش برشا اي شنو ماتش ما تنساش قاعد في بالك برشا معناها برشا معناها التلمو في الكوره فيها فيها نتائج إيجابية تفرحك وتقول هذي معناها سيء أحسن حاجة وبعد تجيك ديسيبسيون تفكرك اللي معناها اللي ديسيبسيون زادة فيهم وجاي عمل لطف باهي بونتو ما تنساش هو مركتش برشا بونتوات واحد منهم على كل حال مكش بش جاوبني ظالي أحد سؤال أقرب جمعية ليك بعد الاسبيرانس انت يا سؤاليات نجيب فيهم بربي الاسبيرانس ما تحبش تجاوبني حتى شيء لا الاسبيرانس نتعديوك اهو باهي كانت هذه لوكويز لوكويز جوست نكمل سي خالد مع ماتش الاسبيرانس اليوم بطولة العربية كيفاش تشوف المقابلة اليوم مع رجاء بطولة الفريق سامح تشامبيونز ليغ خلي ديما نرجعوا للتاريخ نتاعنا في المغرب دائما النتائج نتاعنا ايجابيه نحب نقول لجمهورنا معناها صحيح اللي يبدا راهو ستريسي وصحيح اللي احنا الكلنا معناها نبداو متقلقين ماتش سورتو بعد الانسحاب من البطوله العربيه نتاعنا ويصيروا لي زاكسيدون اسكو عندنا لا كاليتي في الجروب نتاعنا وفي الفنيين نتاعنا عندنا لا كاليتي في الجروب وفي لي تكنيسيان نتاعنا معناها عندنا لارجمو لو نيفو وبتو تاريخنا احنا وياهم في المغرب ما نتفكرش مره ربحونا في المغرب كان عندي بون ميموار الانسحاب من البطوله العربيه نجم يقلق شويه ذهنيا عندنا قدرة متاع أدابتاسيون غريبة في الترجي التونسي عندنا قدرة متاع أدابتاسيون بعد الهزائم ولا الانكسارات عندنا قدرة عظيمة متاع أدابتاسيون للظروف هذية وأنا متأكد اللي الملاعبيتنا باش يعملوا مقابلة كبيرة برشا الفريق الحالي تشوفوا قادر يتواجد بالتشامبيونز ليغ الثالثة إذا يقعد في النسق نتاعه ويزيد يتحسن ويمكن بعد أهله مكة درب شعاب إذا كان يزيد يدعم بلعب الاثنين عنده الموايان وين تشوف المراكز ناقصين اللي يلعبوا اثنين؟ لا أهله مكة درب شعاب هو الكلوف ما نحبش الكلوف باش شنو الفرق بين الترجي الموسم الماضي والترجي الموسم الحالي؟ شكون أقوى؟ لا التبنات اللي تهز اللي هزينا بها الشامبيونز ليغ تبنات على اسس صحيحه تخلوا الملاعبيه معناها تحسن الروندمون تاعهم هذه كيب جديده تحب وقت تحب معناها ادابتاسيون حتى لين لي زوتوماتيزم يكونوا يزيدوا يتحسنوا اكثر وان شاء الله تمشي لقدام ان شاء الله شكرا لك خالد بن يحيى بارك الله فيك شرفتنا اليوم بحضورك بحضينا اليوم ان شاء الله نعاش تحب تضيف حاجه خليك لا بارك الله فيكم مشكور على الاستضافه وان شاء الله نكونوا امتعنا على الاقل المستمعين تاع اكسبريس اف يعطيك الصحه خالد بن يحيى متواصلين في زون ميكس حتى الخمسة متاع العشية تفتيحها مع الموسيقى والرجعين